بنسوي مندي بالصنطوطه الجميله هذه، مندي خفيف كذا بطريقه معينه ان شاء الله انها تعجبكم بمشيئه الله. نفتح في الدجاج مهما كان عشان يستوي بسرعه، هذا اهم حاجه. عندي برضو هنا 1 2 وفي منطقه الفخذ برضو هنا، وعندي هنا اللي هو بهارات مشكله مع صفار زعفران والملح على طول مع بعض، اضيفه اضيف عليه زيت الزيتون. وعندي برضو حاجه مهمه هي اللي ابغى اوريكم اياها، اللي هي خلاصه المندي، رايحه المندي ما يحتاج نبخر، خلاص عندنا اللي هو تايجر، اخذ منه غطا، منه غطا واحد بس يكفي، راح يعطيك ويكسبك نكهه المندي، طعامه المندي، ورايحه المندي برضو. تبخير المندي لما يقول لك تبخير على الحطب، هذا هو ريحته موجوده كامله هنا، احنا حطينا غطا بس ويكفي كامل التتبيله. ندهن اول شيء اللي هو الجميله هذه، ندهنها صح. سوينا الدهن التتبيله حقت الدجاج المندي، خليه على جنب. يجي الحين وقت الرز، انا عندي كوب واحد، يعني الكميه قليله شويه، هذا كوب يكفي لشخصين ترون على فكره. وبنقعه بمويه حاره او مويه مغليه، هذا الرز وهذا الدجاج. راح اترك هذه في التتبيله ربع ساعه، وهذه نقعه المويه ربع ساعه، بعدين نرجع نشوف طريقه المندي. مره سهله ومره بسيطه، نرجع نكمل اعداد المندي حقنا، بسيط جدا. هذا الرز بعد ما نقعناه 15 دقيقة في موية حارة. طيب أوريكم الخطوة اللي بعدها، هذه ملعقة زيتون وهذا ملح أضفناه، وبضيف برضو حاجة مهمة اللي هي بهارات غير مطحونة أو بهارات صحيحة زي كذا، أما صبرة أو بهارات حب عادي اللي تحبونه طبعا، إذا ما تبغون عادي بس إنه يعطي ريحة حلوة في الرز. حطينا هنا كوب من الرز، راح أضيف كم كوب، هذا الكوب الأول وراكم تشوفونه، الكوب الاول الكوب الثاني، هذه وزنيه ايش المندي اللي بنسويه بالطريقه هذه. نضيف نص كوب، هذه حقه التبخير يسمونها، بس كذا يكون جاهزين. بس انت ذوق الملح وتاكد منه مضبوط. نشوف ايش الخطوه اللي بعدها، نجيب ورقه لمني نغطيها وناخذها على الحافه، ناخذها على الحافه يعني ننزلها تحت، هذا هو شو كيف، ونبدا نضغط 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 نضغط. ها سوينا اللي هو ايش، مكان بنضيف فيه الدجاجه. قفل 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 قفل. نجي هنا عطف القص ورقه الالمنيوم هذه، مضبوط. مسكين 1 2 3 فتحات صغيره، تفتحون فتحات كبيره بعد ولا تكثرون في الفتحات، 2 3 4 5 كفاية. شوف هاي الفتحات دي، يعني لا تزيدون في عدد الفتحات كذا، مضبوط. نشوف الخطوة اللي بعدها، بعد ما رتبناه وشديناه على الأطراف في سبيل أن البخار يطلع من فين، من الفتحات، احنا نقول نشد علشان ايش، ونسكر من هنا عشان البخار يطلع مع الفتحات اللي سويناها. جاء وقت ايش اللي هو الدجاجة الجميلة هذه، راح أضيفها هنا، يا سلام، وأرتبها وأتأكد انها مشدوده مضبوطه. طيب شيل جلبس وجيب قصدير ثاني، في بعضهم يحط ورق زبده، انا ما افضله صراحه. اذا تبغى الدجاجه تتقمر وتاخذ ورعها لا تحط ورق الزبده، لانك لو فكيت تلقى الدجاجه مطبوخه على البخار وتحتاج تتقمر، فناخذها مره واحده. نقفل نقفل مضبوط برضه، يا سلام، هذا هو. تشوفون برضو هنا نضغط الورق الالمنيوم صح مع اليد حقه القدر، يكون كذا. نجي عند الفرن، نفتح الفرن، ناخذ اللي سويناه وعدينا اعداد المندي، نضيفه اسفل شوي، حراره 250 فوق وتحت على 60 دقيقه لمده ساعه فوق وتحت. بعد ما يخلص 30 دقيقه ترى راح ارفع درجه سنه واحده علشان ايش، ياخذ تقميره فقط. وكذا يكون خلصنا من احلى مندي، 250 فوق وتحت مده ساعه. اتوقع ان المعلومه وصلت، توكلنا على الله. مندينا جاهز الحين، نقول بسم الله، نبدا نفك القصدير شويش، تبهم البخار والاشياء ذي. هذا هو المندي، خلوني اوريكم بس التقميره. شفت التقميره ذي موجوده على الدجاج، هذا هو الافضل. بسم الله نبدأ نجهز، ناخذ هذا برضه
طبعا الرز بيطلع لونه اصفر لان فيه صفار زعفران بينزل تحت. يا ساتر اخوكم تشوفون الرز بس شوف 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 الحلاوه كلها. خلونا نضبط. باقي عندي اخر خطوه اللي هي نطلع الرز، بس قبل ما نبدا نفس التتبيله حق التاجر المندي بحط كم نقطه كذا برضو. هذا هو بس كفي. ونبدا نقول بسم الله ونقلب الرز. قلبه على مهنة على مهنة على مهنة، حبه على كيف كيفكم. شوف شوف كثيره وكبيره وشيء الى اخر القدر. ها وبعدين في ميزه في القدر القرانيد يا جماعه الخير، ما يمسك ولا شيء، روعه حتى الحكاكه تطلع فيه جميله. نقول بسم الله بس نقلبه عشان التتبيله. اول اللي هو رائحه المندي اللي احنا ضفناها، ناخذ الرز من الجوانب. شوف 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 الرز كيف جاي. يا سلام يا سلام يا سلام. نجيب هذه هنا، نرجع نكمل الرز حقنا. انا قايل لكم شوف كيف شيء ما شاء الله تبارك الله. ناخذ اللي باقي ايوه الى اخر حبه، والحب احسن ما فيه احسن ما فيه، جدا جدا رائع وما تتعبون في الغسيل فيه. فالجرانيت هذا ممتاز. نبي نوزع الرز ضبطه. نقول بسم الله. تعالي يا حبه الدجاجه هنا او نص الدجاجه حبه نص حبه. وبنحط شويه بصل هنا وليمون. ابي بالعافيه للجميع.